ذهب يعني سمبوسة، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافة. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراه، أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات، رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج، رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام ذهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع ذهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام ذهب. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، صباح الهنا صباح السرور، كل سنة وحضراتكم طيبين، وبرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الاسم مصري. قبول الرأي الآخر وقبول الآخر وحرية التعبير كلام مهم وكبير، لكن متداول في كل الإعلام العالمي. مفيش إعلام عالمي إلا لما بيذكر إن الرأي الآخر والتعبير عن الرأي الآخر وحرية التعبير هما الأساس في كل البلدان، رمز الحرية والتطور في العالم كله. ولاد العم سام برضو بيقولوا كده، لكن بعد اللي حصل لإساءة رسولنا الكريم هما طلبوا العالم الإسلامي إن هما ما يعترضوش. طب ليه ما نعترضش؟ قالك ما تعترضوش لأنه في حاجة اسمها حرية الرأي والتعبير. طيب معنى الكلام ده إن حرية الرأي والتعبير دي موجودة عندهم؟ يعني كان لازم نقف ونركز ونفهم قوي الجملة دي، حرية الرأي والتعبير، هل هما فعلا بيؤمنوا بده؟ هل هما فعلا بيطبقوا حرية الرأي والتعبير؟ هل هما فعلا عندهم قبول الآخر؟ هل هما أيضا عندهم الانتماء وأيضا حرية التعبير والرأي؟ ده هعرفه مع حضراتكم من خلال ضيفي اللي مشرفني النهارده في الاستوديو. اسمحوا لي ارحب بيه ومش هطول على حضراتكم فيه، الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عبد الجواد، الباحث في الشؤون الاسرائيليه وايضا عضو المنتدى الاعلامي المصري. برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني زي ما حضرتك قلت لي، يعني سمعت في البدايه كده كنا قبل الحلقه بنتناقش مع بعض فيها انه الاساءه لرسولنا الكريم، ولما جينا نعترض قالوا للعالم الاسلامي كله لا ما تعترضوش. ليه ما نعترضش؟ انتوا بتقولوا ان في ديمقراطيه، طيب ما احنا كمان بنحترم كل الاديان، الدين الاسلامي بيحترم كل الاديان في اي مكان في الدنيا، طب انتوا ليه ما بتحترموش ده؟ ليه لما نيجي نعترض احنا بنقول لا ستوب؟ طيب خليني يعني ابدا مع حضرتك سؤالي، يعني مش عارفه اقوله لك ازاي، بس استحملني في اسئلتي عشان انا عارفه ان حضرتك متخصص في الامور الشؤون الاسرائيليه دي، ويعني تقبلها مني زي ما بنقول تقبل الراي الاخر وما شابه. تكوين الشخصيه اليهوديه، هل هو بيؤمن بالراي الاخر او بالقبول الاخر بشكل عام ولا لا؟ في الظاهر وفي العلن، ده كله ظاهر. في الظاهر في وفي الباطن العلن بقى في الحقيقي الباطن اللي احنا في شايفينه، نحن شعب الله المختار، خلقنا لنحكم العالم، لا يوجد غيرنا، بقية الخلق لخدمتنا. القبول هو قبول كخدم وعبيد لهم حرية التصرف فيهم في أي وقت وبأي طريقة. بينهم هم حتى بينهم في خلافات، سواء خلافات مذهبية، خلافات فكرية بينهم كطوائف. اليهود مش طائفة واحدة، أو الموجودين في إسرائيل مش طائفة واحدة، الخلافات بينهم كبيرة جدا، ما بين المتدينين والمتنورين أو بيسموهم العلمانيين
ما بين الجيل القديم، يمكن اختفى الجيل القديم اللي هو جيل 48 او جيل المؤسسين، كان ما بين الشباب صراع الاجيال موجود، صراع الثقافات موجود، لان كلهم بدون استثناء مهاجرين. اهل الارض لم يعني عده الاف اللي هم كانوا موجودين في فلسطين نفسها، لكن بقيه اسرائيل او اللي عملوا دوله اسرائيل كلهم مهاجرين باكتر من طريقه، منها الطرق اللي كانت في بدايه القرن ال 18 وما قبل وما بعد، كان طرق الهجره بالتسلل. وبعدها من بعد 48 زادت الهجرات جدا، او من القرن العشرين، من 36 او من الثلاثينات زادت الهجره بشكل كبير جدا، وتحولت لهجره علنيه وحق عوده من بعد اعلان الدوله في مايو 48. فهم بيفسروا اي شيء بما يخدم مصالحهم بس. طيب حياه اليهود في مصر القديمه ازاي كانت حياتهم في مصر القديمه؟ اليهود دخلوا مصر القديمه في حوالي في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، في اقاويل كتيره فيها واختلافات حتى في العهد القديم على تاريخ دخولهم مصر. في كلام ان هم سنه 1656 قبل الميلاد، وفي سنه 1447 قبل الميلاد، واستمروا في مصر حوالي 400 سنه او 430 سنه. بدايه دخول اليهود كانت استجلاب سيدنا يوسف لاهله، لاسرته، ابناء سيدنا يعقوب المسمى فيما بعد باسرائيل. انا كنت لسه هسال حضرتك في السؤال زي ده، يعني ليه النبي يعقوب سمي بالاسم ده اصلا؟ يعني ورد في التوراه ان النبي يعقوب تصارع مع احد الاشخاص، وفي برضو اكتر من روايه يقال انه الرب نفسه او ملاك الرب، لكن هو في المذكور احد الاشخاص، احد الرجال، من المساء حتى الصباح. وهذا الرجل لم يغلب سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب تسلط عليه، تغلب عليه، حتى انه ضرب سيدنا يعقوب على الفخذ وخلع له عظمه الفخذ. وفي الصباح حاول الرجل ان يترك او يطلب من سيدنا يعقوب التخلي عنه واطلاق سراحه، فرفض وقال له باركني اولا، فقال له من هذه اللحظه اسمك اسرائيل وليس يعقوب. فعرف انه كان لانك صرعت الرب وخلقه وتغلبت عليه، فمن هذه اللحظه بقى اسمه اسرائيل. ابناء سيدنا ابراهيم اسماعيل واسحاق، ليه هم انفردوا ابناء سيدنا يعقوب بالوعد اللي وعده ربنا لسيدنا ابراهيم بان تكون هذه الارض له ولذريته من بعده؟ تمام. احنا دايما ابناء سيدنا يعقوب او سيدنا اسرائيل اللي هم اخوه يوسف، لو رجعنا بتاريخهم دايما العشر ابناء عملوا ايه مع اخوهم يوسف؟ حقدوا عليه لتميزه لحسن الخلق والخلقه وليفوزوا بقلب ابيهم، تامروا على اخيهم لقتله. صحيح. وتم القائه في الجب او في البير زي ما الناس بتقول. فهم يرفضوا اي تميز اي شخص عليهم، حتى اخوهم الطفل. فارتكبوا جريمتين، جريمه التخلص من الاخ وجريمه الكذب على ابيهم ان اكله الذئب. يعني هي جينات موروثه بقى من بالزبط. من بدايه سيدنا يوسف بالزبط. واخواته لحد اللحظه اللي احنا فيها دي. الى ما لا نهايه. حضرتك شايف ان اليهود بيؤمنوا يعني بالديمقراطيه؟ الديمقراطيه التي تخدمهم المصالح يعني. بالظبط. بمعنى ان الديمقراطيه زي ما حضرتك قلت في الاول، ان اهين نبي واهين مشاعر مليار ونص مسلم. في المقابل لا يجرؤ احد على الحديث عن ما يسميه كارثه النازيه. الكارثه باللغه العبريه اللي بيسموها شؤاي، يعني الكارثه او المذبحه، ممنوع حتى البحث العلمي فيها، والقانون جاهز ومعد سلفا، قانون العداء للساميه يلاحق قضائيا وممكن يتعرض حتى للقتل. وهذه المذبحه في نظرهم هي مصدر قوتهم ومصدر بقاء. ليه؟ منها ابتزاز العالم وابتزاز حتى الشعب اليهودي نفسه، انك يجب ان تظل متجبرا ومنتصرا على العرب، وان الصراع العربي الاسرائيلي، هم بيرفضوا الكلمه لكن هم من جواهم هم اللي بيقولوها الصراع العربي الاسرائيلي، يجب ان يظل حلقات لا تنتهي
وده مبدأهم أو استراتيجية كبرى عندهم. حلقات من الصراع دايما يكون المنتصر فيها في كل حلقة اليهود، وإذا هزموا فده يهدد بقائهم ويهدد بإعادة كارثة نازية أخرى. فده لازم الصورة دي تكون موجودة عند اليهود عموما، يجب ألا نهزم ويجب أن يظل الصراع ممتد إلى الأبد. نقبل ببعض الحلول الوسط لكن لا نقبل بحل نهائي. يعني حلول جذرية لا؟ لا. في حاجة يمكن محدش كان بياخد بال منها، اللي وافق على قبول حل نهائي في العصر الحديث كان رئيس الوزراء إسحاق رابين، وكان هو الوحيد القادر على قبول حل نهائي وإعطاء جزء من الحق للفلسطينيين. وهذا الجزء من الحق يقال عنه فيما بينهم تنازلات مؤلمة، يعني هو مش عادد كل الحق. ورغم ذلك لما لوحظ أن إسحاق رابين، لأنه كان رجل قوي قادر على أنه يحل حل نهائي، تم اغتياله. يعني ممنوع الحل النهائي. أيوة فهمت حضرتك. طيب إيه العوامل اللي ساعدت اليهود في أوروبا على إصدار وعد بلفور؟ العوامل كتير جدا. هي أولها كانت من ضمن خطط الفكرة الصهيونية، وده كان زعيمها الصحفي النمساوي تودور هيرتزل، وعمل أول مؤتمر للنازية في سنة 1897. كان طلب من السلطان العثماني السلطان عبد الحميد تخصيص أرض فلسطين لإقامة وطن لليهود. ويمكن لو هنذكر من حسنات العثمانيين حسنة السلطان عبد الحميد فقط، لأنه رفض رفض قاطع، وده كان من ضمن أسباب الحرب عليه حتى تم عزله. ده سبب أو دي حاجة تانية. الحاجة التانية أن دايما اليهود عنده عقدة الاضطهاد، أنا مضطهد. قامت مذابح في أو إذا قامت أي شيء ضد اليهود أو ضد منطقة معينة يدعي اليهود فيها الاضطهاد. دايما عندهم أنا اليهودي المضطهد. أريد وطن. استغلوا الفكرة دي كويس جدا في موضوع النازية. لكن حتى إصدار وعد بلفور اليهود، احنا قلنا ان هو هيرتزل كان صحفي نمساوي ويهودي، لكن ما حدش عارف انه كان متزوج من عائلة روتشيلد اغنى اغنياء العالم. الرشاوي المساندات لانجلترا، خصوصا ان انجلترا كانت دول حلفاء وبتحارب في الحرب العالمية الاولى ضد الدولة العثمانية، فكان لازم هزيمة الدولة العثمانية في المقابل نعدكم بان يكون لكم وطن قومي لليهود في فلسطين. انا بحاول اختصر قوي علشان الوقت. لا لا خالص يا فندم، ده احنا عايزين من حضرتك كم معلومات ثقافيه، وكمان بالمناسبه احنا حابين قوي من خلال كم معلومات حضرتك دي ان احنا نربط الاعلام بالثقافه يعني. تمام. وحضرتك عندك يعني خلفيه كبيره عن الشؤون الاسرائيليه، وموضوع حلقتنا النهارده بتركز حوالين الموضوع ده، فانا محتاجه منك يعني كل ما تستطيع ان انت تقوله معايا النهارده في الحلقه تقوله، لانه فكره الديمقراطيه احنا بنسمع ان العالم كله عنده ديمقراطيه، لكن بنشوف قدامنا نماذج لا ده فعلا في الظاهر بس، ولكن في الخفاء ما فيش الكلام ده. اسرائيل امور مسيسه كلها. بالظبط. ومن هنا هاخد حضرتك لسؤال مهم جدا، شكل الاعلام الاسرائيلي ايه؟ الإعلام الإسرائيلي كأي دولة، إسرائيل تتحكم في إعلام العالم، لكن هنتكلم عن الإعلام داخل إسرائيل. الإعلام زي أي دولة، إعلام مرئي ومسموع ومكتوب. الإعلام مسيس تماما لخدمة الفكرة الصهيونية أو الفكرة الإسرائيلية في إقامة الدولة. الأخبار الملفقة، التلاعب بالألفاظ، يعني في حد لو حد يذكر كلمة قالتها جولدا مائير، أنا لن أسامح الشعب الفلسطيني أبدا لأنه أجبرنا على قتله. يعني حاجه في منتهى الغرابه، بتقتله وتقول له مش هسامحك انت اجبرتني. فقبل ما يقتلوا حد ممكن يصفوا هو عمليه اغتيال معينه، لكن بيعملوا مقدمه ان هذا ارهابي، وبعد ما يغتلوه ممكن يجيبوا صوره ست اسرائيليه او مصاب، هو ده اللي يبان على الوجه. المراسلين الاجانب في اسرائيل او اي قنوات تانية لو تعاطفت مع القضيه الفلسطينيه، اذا كانت قنوات خاصه بالكابلات بيتم قطع الكابلات او بيتم منع التصاريح حتى للمراسلين، واحيانا يتم مطاردتهم واحيانا اطلاق النار عليهم.
فإسرائيل ظاهريا دولة ديمقراطية. يعني الإعلام هناك إعلام مسيس. مسيس و وممنهج. بالضبط، لخدمة حاجة واحدة بس. زائد الإعلام هو من ضمن وظائفه هو رصد الرأي العام سواء عالمي أو عربي تحديدا. دي ممكن نتطرق لها في موضوع تاني، لكن هم عندهم لا الإعلام كقنوات تلفزيونية. الحرية في الإعلام هي الإباحية. الإباحية؟ بس. طيب ودور لكن يعني دور الثقافة عندهم هناك دور الثقافة هو نشر الفكر اليهودي وإظهاره على أنه مختلف وأعلى من الفكر العربي الذي حوله. إظهار العرب كدول متخلفة، أو هنتكلم عن الشعب الفلسطيني بس. إحنا جايين في البداية جايين نرقي هذا الشعب. بالزبط. ده إذا كان شعب، لأنه كانوا بيقولوا أرض بلا شعب ونحن شعب بلا أرض. ما هو أنا سألت حضرتك في من خلال السؤال، وعايزة أوضح للمشاهدين يعني هما أنتوا ليه أخدتوا أنه إسحاق نبي وإسماعيل نبي هما ولاد سيدنا إبراهيم عليه السلام، ليه حضراتكم أو ليه هما تطرقوا أنه هما بس اللي هيكونوا هما وذريتهم الأرض دي بتاعتهم، فلسطين هي أرضهم. بالظبط. طب يا جماعة ما إسماعيل ما دي برضو أين نصيب بني إسماعيل؟ فين نصيب المسلمين اللي هم الإخوة الفلسطينيين؟ فين نصيبهم في الأرض دي؟ فليه أنتوا بتاخدوا جزء ليكم وبتنسوا الجزء التاني؟ دي نقطة. ما يخصهم فقط بني إسرائيل لا يخصهم إلا أنفسهم. أنا بقول لك زي ما قلت في الأول حضرتك، حاولوا يتخلصوا من أخيهم يوسف للاستئصار بقلب أبيهم. يمكن هتجيلي حاجة خارج السياق شوية، ده كانت مناقشة دخلتها من حوالي 6-7 سنين، بيتكلموا حتى عن المرأة، فبيتكلموا عن كيد النساء، فبيتكلموا عن كيد امرأة العزيز بمناسبة ذكر سيدنا يوسف، فبيقولوا كيدهن عظيم. إن كيدهن عظيم. تمام، لكن عظم الكيد ممكن نوضحه في كلمة تانية. سيدنا يوسف لما رأى الحلم فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكلمة الكيد ذكرت لرجال اليهود والنساء، لرجال اليهود قبل أن تذكر لامرأة العزيز المصرية. طب والله دي حاجة مهمة جدا، أنا أعتبر تصريح ده على فكرة دي معلومة جديدة علي أنا شخصيا. الحاجة الثانية أن كيد بني إسرائيل كاد له إخوته بسبب حقدهم وكراهيتهم لسبب واحد، حسن الخلق والخلقة. يعني الكيد هنا جاي من المكيدة. بالظبط. ان هم بيتسلطوا او بيعملوا مكيدة لاخوهم. بالظبط، للخلاص منه. لسبب حسن الخلق والخلقة. فجماعة يعني بلاش ان كيدهن عظيم بقى ونلقي بقى على امرأة العزيز والسيدات بشكل عام، ده موضوع تاني. فكيد امرأة العزيز لنفس السبب، بسبب حبها لنفس الرجل. لنفس الرجل اللي هم اوريدي يعني او بالطبيعي مضطهدين. بسبب برضه حسن الخلق والخلقة. فده الفرق بين رجال بني إسرائيل ونساء مصر العظيمات، ويمكن عشان كده كوفئت بأنه رجع إليها شبابها وتزوجها فيما بعد. صحيح. فالفرق بين الكيد اليهودي والكيد المصري أو كيد النساء، دي عشان دي جملة اعتراضية. لا مش مشكلة. طيب حياة اليهود في مصر بعد ثورة 23 يونيو كتير قوي، أو يعني أشاع أنه المصريين اضطهدوهم وهم اللي طردوهم، في تصحيح المعلومة دي عند حضرتك؟ المعلومة لو نفتكر في 2011 بعد ما قامت الثورة كان أول حاجة عايزين يحرقوها إيه؟ المجمع العلمي. أيوة. لأن فيه الوثائق اللي تثبت بيع اليهود لممتلكاتهم قبل الهروب، تصفية ممتلكاتهم، صفوا كل ممتلكاتهم. بالظبط. أي كانت مدبرة يعني. زي معظم مش طبعا. أصل حرق كانوا المجمع. بيبنوا دولة إسرائيل بالظبط كده. فهم اليهود في أي مكان هم رجال أعمال ويعملوا في أي شيء، خصوصا الأعمال الغير شرعية. معظمهم مرابين. ومعظمهم يمكن سبب كراهيتهم في المرابين. المرابين دي عشان نوضحها للمشاهدين اللي هم في تجارة الربا، صح كده يا فندم؟ بالظبط، الإقراض بالربا والبنوك. سواء ظاهريا أو باطنيا. تجارة كل ما هو غالي الثمن. تجارة كل ما هو مثير للغرائز. سبب كراهية اليهود في ألمانيا تحديدا أن الشعب الألماني شعب محافظ ومتحفظ. من بداية القرن أو من نهاية القرن 18، بداية ظهور اليهود كقوة اقتصادية في ألمانيا والسيطرة عليها، بداية ظهور الصحف الصفراء أو الصحف الغير أخلاقية،
المسارح الغير أخلاقية وحتى ظهور السينمات يتنافى مع طبيعة الشعب الألماني المحافظ، فبدأت كراهية اليهود. زائد اليهود بيقول أنا مميز، أنا سيد الأرض، تضربت مع نفس فكرة الشعب الآري المميز، أنت جاي أنت ضيف عندي أو مقيم مش جاي تحكمني. طيب اسمح لي بس هكمل مع حضرتك، ولكن فضل. هنطلع لفاصل سريع مشاهدينا وعودة لحضراتكم مرة تانية. ذهب يعني سمبوسة، ذهب يعني جلاش، ذهب يعني كنافة. مصنع ذهب هياكلوا صوابعهم وراء، أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات، رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج، رقاق سمبوسك ذهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل ذهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت، تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام ذهب، الأستاذة هاجر أشرف، مصانع ذهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان، بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. رجعنا لكم مشاهدينا، وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن إسرائيل. إسرائيل يكفي كلمة لوحدها تكفي الحقيقة، ومن كلمة إسرائيل هرجع لضيفي أستاذ محمد عبد الجواد. عايزة أقول دولة إسرائيل لماذا سميت بهذا الاسم؟ أكيد فيها بداية تسمية دولة إسرائيل هي إمتى اتعملت دولة؟ دولة إسرائيل اتعملت بعد خروج موسى من مصر، وده تقريبا كان في القرن، يقال انه في القرن ال 14. في اكثر من روايه سواء في سفر الخروج او في سفر القضاء عن خروج موسى من مصر. بعد خروج موسى من مصر ودخول بني اسرائيل الى ارض فلسطين اللي هي كانت تسمى ارض كنعان، أيوه. حكموا حوالي 400 سنه، وبرضو الروايات التوراتيه بتختلف، احيانا يقولوا 300 سنه واحيانا يقولوا 430 سنه. مجموعه اسمها القضاء، ودول مجموعه العشائر ال 12 كانوا بيعينوا من كل عشيرة قاضي على منطقته، فتسمت قضاة حتى 400 سنة، قضاة متتاليين أجيال. في آخر جيل كان في عهد النبي صموئيل الأول، طلب عشائر اليهود أن يكون لهم ملكا أسوة بالآخرين حوله. كان الموضوع بشكل مبسط مرفوض، إلا أنهم أصروا على الطلب، حتى أن كان في تحذير من الرب أنه هيغضب عليهم، لكنهم طلبوا ملكا، فعين عليهم ملك اسمه شاؤول، وكان من المجتمع دونية المجتمع يعني، وقام بمسحه كلمة المسح، وأعلنوا ملك، ويقال إن شاؤول بقى يأتيه الوحي كالأنبياء. ده كانت بداية مملكة قبل داود، يطلق عليها مملكة إسرائيل نسبة إلى جدهم، جدهم إسرائيل اللي هو يعقوب. فدي كانت على أرض فلسطين. بعد فترة، بعد وفاة شاؤول، وفاة شاؤول حصلت بعد مجازر بين شاؤول وبين أهله وبينه وبين الفلسطينيين، تولى ابنه ثم تولى داود، بداية الاستقرار كمملكة. المملكة اليهودية ما استمرتش أكتر من 100 سنة أو 120 سنة. من بعد داود، مش هقول على وصفه في التوراة لأن كان له أوصاف في سفر القضاء أو في سفر الخروج، القضاء تحديدا، أوصاف لا تليق بنبي، وده في 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 كتاباتهم. تولى سيدنا سليمان. كانت المملكه موحده ولها مدينتين، السامره في الشمال واورشليم في الجنوب، وبنى فيها المعبد اليهودي في رابع سنه لحكمه. وده كان سنه تقريبا 961 او في الحدود دي قبل الميلاد. في رابع سنه من حكم سليمان. بعد وفاه سليمان انهارت الدوله واتقسمت لدولتين. سموها مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب.
يهوذا. يهوذا من أبناء من أبناء سيدنا يعقوب. يعقوب تمام. بعد فترة سقطت مملكة إسرائيل في الشمال في إيد الأشوريين، فبدأ يشعر يهربوا أهلها إلى يهوذا. فكل من كان يؤمن بديانة موسى، المسألة حتى في تسمية كلمة يهودي تسمية سياسية، فأن أرض يهوذا هي أرض من يؤمن بشريعة موسى، فأصبح كل من يعيش فيها يهودي. وده أصل تسمية كلمة يهودي، مش لأنه يتهود في القراءة زي ما كانت بعض الناس بتقول، لا، لأنه ينتمي لهذه الأرض اللي هي المملكة الجنوبية. صمدت المملكة الجنوبية يهوذا حوالي برضو في روايات تاريخية من 118 سنة أو 138 سنة، وسقطت على يد البابليين، وتم هدم المعبد، وتم السبي البابلي، أسر كل من هو ينتمي لهذه المملكة، وانهارت هذه المملكة إلى الأبد. طيب خلينا نتفق مع بعض على حاجة مهمة جدا. إسرائيل دايما يعني بتلصق عيوبها للآخرين. تمام. ليه؟ لأن هي دايما شايفة نفسها أن هي متميزة عن أي دولة، وده طبعا مش حقيقي، فدايما بتلصق ده خصوصا للعرب. تعليقك على طبيعة إسرائيل لصقها للآخر، طبيعي لعيوبها جداً. للآخر طبيعي جدا. أولا إسرائيل دولة استعمارية توسعية، بتصف أعدائها بالإرهابيين رغم أنها تمارس الإرهاب مستعمرة. وبالضبط. لكن الإدعاء أن هذه أرضنا أرض الميعاد، فأين نصيب بني إسماعيل؟ بالضبط كده. بالضبط. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن نذكر من كام سنة كان في مؤتمر هنا في حقوق المرأة، وجابوا طفلة في عملية الختان تحديدا، وأثروا الدنيا علينا. ختان البنات في مصر، الختان الفرعوني، رغم احنا قلنا ان كلمة مش فرعونين، رغم ان كلمة فرعوني ليس مصري. ووضحها لي برضو حضرتك، بس ناخد الاول ختان ختان الإناث. ختان هو كلمة عهد بين سيدنا يعقوب والله سبحانه وتعالى، وتقصد على الذكور لانه عهد جسدي. وطبقت على الإناث رغم ان اليهود ينكروها، لكن موجودة في ادبياتهم. عندهم كاتب هو امير شعراء العبرية اسمه حييم نحمان بيالك، كتب مجموعة قصصية رغم انه شاعر، قصص قصيرة. من ضمن قصصه وهو امير الشعراء وفي جايزة باسمه حتى هذا اليوم، بيصف فيها احدى المسيحيات في ورسو او في جزء من روسيا، كان القصة اسمها عبر السور او من وراء السور، فبيوصفوا هذه المسيحية بكلمة باللغة العبرية عرليت، الغير مختونة او الغير مختون، عرلت بالمذكر وعرليت بالعبري. وده أقذر وصف ممكن توصف بيه المرأة، وأقذر وصف يوصف بيه الرجل، وما دائما يسبوا المسيحيين لهذا السبب. فوصفها، إذا كانوا بينكروا هذا الوصف أو هذه الصفة عندهم، فلماذا تسب المسيحية لأنها غير مختونة؟ وإنت كبير شعراء العبرية وأدبياتك، إنت زعيم في بلدك، وتلصق التهمة بالإسلام وتقول إنه هو ختان فرعوني أو تمام. بالعرب. تمام. فدي من أبشع التهم. فبنسأل سؤال واحد لبني إسرائيل أو للإسرائيليين حاليا، إلى كل امرأة من الجيل القديم، مش شرط جيل الشباب، هل أنت مختونة أم قذرة؟ إذا جابت إنها مختونة، يبقى لماذا تتهمون بهذا الاتهام؟ إذا أجابت بأنها عرليت، هل تواجهي حخاماتك بهذا الشيء؟ ده سؤال لهم، يا ريت يجاوبونا عليه. يا ريتهم يجاوبونا عليه. طيب معروف عن العالم كله ان الاعلام هو اللي بيصدر كل ما يخص اي دوله. اسرائيل من قبل الفاصل كنا بنتكلم بشكل بسيط كده او عن الاعلام ان هو ممنهج الاعلام الاسرائيلي. عايزه اتكلم اكتر بتوسع عن الاعلام الاسرائيلي. الاعلام الاسرائيلي اولا مش بس ممنهج، هو موضح لهدف واحد بس. وحرية الإعلام في إسرائيل زي ما قلت حرية وهمية، بمعنى في حاجتين بيحكموا الإعلام أو بيحكموا طبيعة اليهود عموما أو الإسرائيليين تحديدا. طبيعة عقدة الخوف، هم عندهم عقدتين، عقدة الخوف وعقدة التميز. خلينا في عقدة الخوف دلوقتي. اليهودي دايما خايف، ولذلك لا يأمن لغيره، يمكن لأنه سرق حاجة مش بتاعته مثلا طول عمره. ماشي. طول عمره. دي حاجة. الحاجة التانية،
ايه اللي مخلي الاعلام في اسرائيل ظاهريا حر فعليا غير حر؟ لو بصينا بشكل بسيط قوي للتجنيد في اسرائيل. التجنيد في اسرائيل يجند فيه الشباب والفتيات من سن 18 سنه. فمش معقول انا بيتم تجنيدي وعلى قوه الاحتياط بقضي شهر كل سنه ومحتاج تلقين او تعليمات امنيه، هقول ايه؟ فمش محتاجين تعليمات امنيه للاعلام، لان العاملين بالاعلام نفسهم هم مجندين حتى سن 43 سنه اذا كانوا رجال. 43 سنه و55 في وحدات اخرى او في مجتمعات او في الخدمه المدنيه. فالتجنيد في اسرائيل هو قيود امنيه على كل مجال مش الاعلام بس. فانا مش محتاج اخد تعليمات. انا في وحدتي كل سنه، فعارف التعليمات وعارف الحدود، زائد ان عندي من داخلي عقده الخوف، فبنشر ما لا يضر الدوله. فدي طبيعه حريه الاعلام في اسرائيل ببساطه. طيب الملك رمسيس الثاني من اعظم ملوك مصر، توفى عن 90 سنه تقريبا على حد علمي، ويعني هم اليهود اطلقوا عليه ان هو كان بيطارد العبيد. تمام. بشكل منطقي كده، ويمكن الساده المشاهدين يعني يكونوا معايا في الصوره، ملك 90 سنه، هل هو قادر انه يركب عجله حربيه وان يقودها وان هو يطارد العبيد؟ يعني حاجه غير منطقيه. بالظبط. التعليق يجب انه يكون منطقي، ده اولا. ثانيا، وبعدين احنا كمان محتاجين يا فندم ننفي تهمه الفرعونيه عن مصر، انك كنت من شويه بتذكرها في سياق الكلام. اولا كلمه فرعون وردت في التوراه وفي القران كاسم شخص بدون هاء التعريف، بدون اداه التعريف. هاء التعريف في العبريه حرف اله مش الالف واللام زينا. فبيقولوا ايه؟ فرعو. كان المفروض يقول ها فرعو. فلو وصفوا بهاء التعريف زي ما بنقول الفرعون والفرعون، الفرعون صفه ممكن تطلق على ملك، لكن فرعون اسم شخص. وذكر معه هامان. ممكن يكون من قومه وتجبر عليهم، ممكن يكون من الهكسوس وتجبر عليهم. اما مملكه مصر، رمسيس الثاني اعظم ملوك عصره. تحية. في عهده كانت مصر امبراطوريه. تحت سلطته فلسطين حتى الشام. كيف يطارد عبيده وكيف يتركهم يهاجروا الى فلسطين؟ ما هي كانت اصلا في الاصل تحت مملكته. صحيح. فالمنطق هنا مختلف، زائد ان في شيئين في التاريخ ورد في سفر الخروج تاريخ يخالف تاريخ وفاه فرعون. في وجهه نظره اللي هو رمسيس الثاني. وورد في سفر القضاء تاريخ يختلف ب 200 سنه. تقريبا 200 سنه الى 250 سنه. نصدق مين؟ احنا بناخد التواريخ من بداية تكوين المملكة، ان سليمان اسس مملكته او بنى الهيكل في السنة الرابعة لحكمه، وهو كان حكم سنة 961 تقريبا، و400 سنة قبلها قضاة، وقبلها 40 سنة تيه. يبقى موسى خرج سنة كام؟ ما هي حسابات. الحسابات في السفرين مختلفة. طب ننسبها لأي ملك؟ مصر كانت احيانا بتضعف. الهكسوس احتلوا جزء من شمال مصر فترات طويله جدا. دخول بني اسرائيل نفسهم الى مصر، اولا كان عددهم كام؟ يعقوب واسرته 75. قعدوا حوالي 400 سنه في مصر او 430 سنه، ويقال يعني دايما في تضارب في في يعني دي بدايه تكوين المجتمع اليهودي. بالظبط. هم بني اسرائيل. تمام. ده الظاهر. فعليا لما قالوا خرجوا من مصر، يقال ان خرج مع موسى 600 ألف رجل، وعدد النساء والعجائز والاطفال يكملوا 2 مليون او 2.5 مليون. ازاي في 400 سنه؟ فين المنطق؟ ثانيا ان كان معهم اطفال. ازاي معهم اطفال وفرعون كان بيقتل الاطفال؟ فين المنطق؟ فبيفرضوا علينا الكذبه دي، زائد ان هم فرضوا دايما كلمه فرعون، وانتوا شعب فرعنه واحنا بنصدق، احنا فرحانين بالكلمه. فرعون اسم شخص جبار. في عهد مصر القديمه كلها لم يدعو ملك الى تأليه نفسه. احنا كنا بنسمع عن دي في ملوك بابل واشور بين النهرين. لكن ملوك المصريين العظماء طبعا كانوا بيعبدوا، ديانتهم كانت توحيديه، اخناتون كانت ديانته توحيديه، لدرجه ان احد العلماء
اللي هو سيجموند فرويد، وده عالم نفسي يهودي، نسب ديانة موسى وتعاليم موسى لأنه استمدها من فكر إخناتون وديانته التوحيدية. يبقى إزاي؟ لأن عندنا ما يوازي العصاية العشر. طب يعني احنا كده عايزين نقول للمشاهدين، يعني البعض من حضراتكم ممكن يكون ما عندوش الخلفيه دي، انه احنا بنقول ان احنا شعب فرعوني. لا، استاذي الفاضل بيقول احنا شعب مصري، مصري من الاساس. الفرعون هو فعلا كان انسان ظالم قوي، وما ينفعش ان احنا نشبه مصر والانسانيه كلها ولم يكن مصري وملامحها، ولم يكن مصري بالفعل. فبالتالي احنا بنقول القدماء المصريين وليس الفراعنة. ده تصحيح للعبارة. طيب خليني أخد حضرتك لنقطة اليهود زمان اختلفوا كتير عن اليهود دلوقتي. تمام. في سواء يعني في كل الأساليب، لكن هي منهجهم واحد، منهجهم معروف، وتختلف الصورة لكن حسب العصر. في مميزات، في ملامح بتتغير، في صفات. يعني احنا مثلا كل حلقة من حلقاتنا بنقول ان المصريين ما بيتغيروش ابدا، متأصلين دايما، بنؤكد على الهوية المصرية دايما في الحلقات بتاعتي. لكن هم كشعب يهودي، هل ده يعني مع نقل الحضارات ومع تغيير السنين او على مر السنين وعبرها، هم بيختلفوا من حيث الأداء والطبيعة نفسها والتعامل، الشكل المضمون، الملامح؟ الجوهر واحد، ان هم متميزين. العقدة واحدة، عقدة الخوف، عقدة التميز. نحن شعب الله المختار. بيتلونوا. لو قلنا الموجود حاليا في دولة إسرائيل التي أنشأوها وسموها دولة إسرائيل في سنة 48، هو نفس الاسم اللي أطلقوا أو اقترحوا مؤسس الحركة الصهيونية، وكان في اعتراض عليه، خلوها دولة إسرائيل بدل كلمة إسرائيل بس. المهم من سكانها، من مكوناتها، بينقسم أهم حاجة جزئين: اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. الشرقيين بيسموهم السفارد أو السفارديم. سفارادي، كلمة سفارد بمعنى أسبانيا، لأن قمة النشاط وقمة العظمة والأمان عاشوه في خلال الحكم الأسباني الإسلامي. فأطلقوا كلمة سفارد على كل ما هو شرقي، رغم أن كلمة سفارد أسبانيا بس، لكن في يهود شرقيين كانوا عايشين في إيران وفي العراق وفي الدول العربية. فلما جت كلمة سفارد أطلقوها على كل ما هو شرقي. أما كلمة إشكنازي كانت على يهود الغرب اللي هم ألمانيا وشمال فرنسا والدول الأوروبية عموما. ده مكون المجتمع الإسرائيلي. اللغة العبرية نفسها هي تشبه العربية، بمعنى أن فيها 22 حرف، فيها حروف الحلقية، حرف الحاء وحرف العين. لو لاحظنا اللغة العبرية حاليا في اللحظة دي لا تنطق، لا يوجد نطق لغته. ليه؟ لأن اليهود الغربيين اللي هم الإشكناز مميزين. احنا جايين من مكان أعلى، احنا يهود أوروبيين تسلطوا عليهم كل المناصب، كل ما هو جيد في الدولة استولوا عليه. حتى من ضمن الصراعات ان في صراعات بين يهود الشرق ويهود الغرب، احنا يهود الحضاره وانتم اليهود المتخلفين. اللغه العبريه حاليا انت لا تجيد نطق لغتك. اللغه المكتوبه شيء والمنطوقه شيء. كيف نقول، كيف تدعي انك صاحب الارض ومولود فيها وانت تدرسها وانت لا تنطق لغتك بشكل صحيح؟ يا ريت سؤال برضو يجاوبوني عليه. طيب محتاجه بقى من حضرتك سؤال تجاوبني انت عليه. اتفضلي. الناس كتيره قوي او بيشاع ان الشعب اليهودي مختلف تماما عن الحكومه اليهوديه. بمعنى الرئيس الراحل انور السادات لما راح لفلسطين بنفسه زي الاسد، الشعب الاسرائيلي كله كان واقف بهتافات وكان بيرحب بيه. تمام. الكل واقف هنا، الشعب اليهودي واقف للرئيس انور السادات؟ ايوه واقف لانور السادات. فالكل برضه بسال حضرتك نفس السؤال، طب هو في فرق هنا بين الحكومه اليهوديه او الصهيونيه وبين الشعب نفسه، ولا الحكومه والاعلام الاسرائيلي بيمهد او بيطعم الشعب ان هي العرب كده وهم المصريين كده؟ ليه؟ لان احنا لو تلاحظ حضرتك مصر مضطهده من بدايه الاستعمار ومن بعد ما احنا انتصرنا عليهم.
فهمت حاجة سؤالي ولا يعني بقوله بصيغة تانية؟ لا تمام. لان انا بصراحة عندي إلحاح شديد قوي ان انا اعرف هل يا جماعة فعلا المجتمع، الشعب او المجتمع اليهودي يعني زينا، ولا هو مقتبس من الحكومة ومن التراث بتاعه ومن تاريخه اللي هو مش تاريخ قوي يعني المعتقدات دي، وشايف ان العرب والمصريين موجودة وخلافه عندهم كده. حتى هذه اللحظة. المجتمع اليهودي استقبل رئيس السادات ليه؟ واستقبله ليه؟ بالهتافات. رئيس منتصر قوي، هم يحترموا القوي. السادات ما راحش مهزوم، السادات انتصر. لو رجعنا لتقرير اسمه تقرير أجرانات، ده قاضي رئيس المحكمة العليا في إسرائيل شكلوا لجنة للتحقيق في أسباب الهزيمة المذلة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي في سنة 73. التقرير ده طبعا يعتبر سري، هو من 1500 صفحة، نشر منه 43 صفحة بس. وأدى نهاية التقرير إلى إقالة رئيس الأركان ورئيس المخابرات وعدد من قادة الجيش. طبعا ما فيش تقرير بيتقال أو محاكمة إلا إذا كانوا مهزومين، فكانت الهزيمة مذلة جدا. السادات في 73 حقق هدفه من الحرب، وكان هدفه تحريك الموقف والسلام. إسرائيل حست بأنها كانت على وشك الإبادة، الحرب كانت صعبة عليهم. هنقرأ في تعليقاتهم أو في تعليقات قادتهم لو حد بيتابع الكلام ده، حديث مش جديد وموجود طبعا في أماكن كتيرة جدا وعلى النت سهل أوي الحصول عليه. فاستقبالهم للرئيس السادات، أنا جاي أعرض عليكم السلام، أنا قادر عليكم، أنتوا انتصرتوا علينا بضربة غدر في 67 وبخطأ مننا، لكن إحنا شعب لا يقبل الهزيمة وغير قابل للفناء، احنا في 6 سنين رجعنا. طيب خليني اخد حضرتك سريعا لان في سؤال الحقيقه هيجي بعد السؤال ده في غايه الاهميه، بس حاليا يا خليني اقول لك الفرق بين التوراة والتلمود. كتير من المشاهدين عبارتين بيسمعوهم مش عارفين التوراة إيه؟ هي عباره عن، اولا هي مجموعه اجزاء مش جزء واحد. هي عباره عن اسفار موسى الخمسه زائد مجموعه اسفار الانبياء ومجموعة أصفار الكتبة أو الكتاب، جمعوها في كلمة تناخ. التيه كلمة توراة اللي هي التعليمات، تعاليم موسى، والنون نفييم اللي هي الأنبياء، وكتفيم أو كتافيم اللي هي الكتبة، فجمعوها 3 حروف اختصار. مجموعها 39 صفر. 39 صفر، صفر يعني كتاب مقسم من الداخل لحاجة اسمها إصحاح زي الصورة، والإصحاح مقسم لفقرات أو آيات. تمام؟ دي التوراة. التلمود؟ التلمود بسبب بعض التغيرات السياسية، سواء السبي البابلي أو وجودهم حتى بعد ما عملوا المملكة، جمعوا التعاليم كلها والشرائع تشريعات، عملوها في شيء اسمه المشنة. التلمود جزئين، المشنة تضم كل التشريعات، والجزء الثاني اسمه الجمارة، هو الشروح والتفاسير والحواشي التي أعدها الحاخامات وعلماء الدين، ضموها في شيء هو الإجمالي بتاعها، هو ده التلمود. تمام. فهو تلخيص للعهد القديم أو للتوراة. سؤال في غاية الأهمية، اتفضل. وده يعتبر أهم سؤال لي النهاردة في الحلقة يا جماعة. متى تصبح إسرائيل دولة صديقة للعرب؟ ممكن امتى؟ اولا إسرائيل تشعر بالتميز، وعندهم اعتقاد بان العربي الطيب هو العربي الميت. الميت؟ وبالتالي عندما تكف عن كراهيه العرب، وده ممكن يحصل في حاله واحده بس، لو ابليس طلب الرحمه وسجد لقبر ادم، اليهود هيبطلوا كراهيه للعرب وهيبقوا اصدقاء. للاسف لا ده هيحصل ولا ده هيحصل. يا جماعه ابليس عمره ما يسجد لادم يعني. يا أولي بشكر حضرتك جدا يا فندم، يعني أنا حبيت أختم الحلقة بالسؤال ده لأنه بجد من أهم الأسئلة، واللي فعلا ما فيش حد يقدر يجاوبنا عليه لأنه ده مش هيحصل. يعني كل الشكر لحضرتك لوجودك معي النهاردة، في حقيقة معلومات إسرائيلية أول مرة أنا شخصيا أسمعها من حضرته. نتمنى نكون حضرتكم كمان يعني استمتعتوا بيها. بشكر الصحفي الأستاذ محمد عبد الجواد، عضو المنتدى المصري للإعلام والباحث في الشؤون الإسرائيلية. بشكرك جدا على وجودك معنا النهارده. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، أتمنى نكون قدرنا نوصل لحضراتكم معلومات إسرائيلية
وقدرنا نقول لناس كتير بتتابعنا انه اللي بيتكلم عن حرية التعبير وقبول الآخر ده مش موجود. الحمد لله بفضل ربنا مصر الحمد لله عندها حرية، عندها ديمقراطية، عندها إنسانية، عندها قبول الآخر، ما عندهاش تفرقة عنصرية. الحمد لله النسيج الوطني المصري لما تكون يتكون بمسلم ومسيحي، يتكون بعربي ويتكون بمصري ويتكون بأجنبي، والحمد لله مصر ثابتة ومصر بتؤكد دايما على الهوية المصرية. بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعة، كل الشكر للقوات المسلحة المصرية، وكل الشكر لرجال الجيش الأبيض، وكل الشكر لكل القادة الموجودين في دولتنا الجميلة. حفظ الله مصر جيشا وشعبا وأمة. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.